معي مداخلة الآن مع الدكتور شايع سعود الشايع ملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير يا أخوي محمد. طول بعمرك. أخواننا بالكويت بالخير. يا هلا فيكم. وتشرف هذا التواصل وأنا شاكر لك على هذا التعاون ويانا دكتور شايع. الله خير وهذا شرفنا بالعكس. لا نحن شرف. وطني هذا أخوي العزيز. طول بعمرك. قضية الطالبة الكويتية اللي يعني يقولون تم الاعتداء عليها أو أنك وضحت الأمر متابعك في الحساب في تويتر أنه تم إنهاء المشكلة، بس شو اللي صار؟ يقول أنك تعرضت لاعتداء جسدي وتم طردها من إحدى الجامعات في مصر، شو القصة اللي صارت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء هو لا اعتداء جسدي ولا طرد، هو القصة أن الطالبة كلية التربية وانتقلت في أحد الجامعات وانتقلت إلى كلية التجارة لأن عندها مقرر هناك. نعم. فلما حضرت هناك دشت القاعة كانت متأخرة فبلغها الدكتور قال ليش تأخرتي؟ فسمع اللهجة فاستغرب قالت منين؟ فقالت له أنا من الكويت. فدخلت القاعة واحدة وراها شوية بدت تتكلم وياها وتغلط عليها شوية غيرت مكانها ما ارتاحت طلعت برا فصار شد بينها وهي طالعة بينها وبين واحدة من الطالبات. يعني هذه بدت تتكلم عنها المهم ردت عليها البنت رد ومشت ف كان في شباب اثنين تقريبا او طلبه يعني تلفظوا الفاظ يعني ما هي حلوه عليها فالمهم مشت بنيه وخافت منهم وراحت مكتب العميد ومن هناك اتصلت علي وتواصلت معهمها بتويتر بعد فقلت انا يا جرحين كلمت السفير وبلغت السفير اللي صار كذا وكذا طبعا المساله هي لا هي لا ضرب ولا طرد يعني بس عشان اوضح الصوره كون يعني يعني امنين في نقل المعلومه. نعم. كلمني العميد، طبعا كلمت السفير ووضحت له وقلت له انا رايح الان يعني الجامعه تبعد تقريبا 90 كيلو. فقال السفير سعد السفير قال لي خلاص راح يروح وياك القنصل الاستاذ محمد العريفان وطلع وياي ورحنا الى الجامعه، وانا بالطريق العميد يدق علي يقول لا تي دكتور خلاص احنا خلصنا الموضوع. قلت له لا لازم نحضر، لابد ان وجودنا مهم جدا. ما دقت الطالبه الا محتاج نكون موجودين وياها، واحنا المساله هذه ما نبيها تتكرر مره ثانيه، نعم. سواء كان امر بسيط ولا امر كبير. بالذات ان الجامعه فيها عدد كبير من الطلبه وبعد فتره راح يكونوا متواجدين هناك. صح. فاحنا ما نبي الحاله هذه تتكرر مره ثانيه او غيره وكذا. فوصلت هناك قابلت العميد، عميدين كليتين هناك ومع الامن وكان في مناقشه بموضوع اللي صار وابدوا تعاونهم و أخذوا أسامي الطلبة وقالوا راح نحاسبهم حساب شديد وقبل لا أوصل أنا هناك الأمانة كان عميد الكلية دش بالقاعة نفسها وتكلم مع الطلبة ودخل عدة قاعات وشرح لهم هذول يعني إن هذا إخوانكم هذا كلام من الكلام طيب حلو فلا قصد استحسان الأمانة هذا الكلام الحمد لله أنقله كما وصلني الحمد لله فإحنا لما خلصنا من الوضع وبنية طمنت وكانت راضية على الوضع اللي صار وانتهى الموضوع فحتى نقلنا يعني عميد كلية التربية قال أنا راح أنقل مادتها عندي هناك كنا نحن بأي مكان بس المهم تكون في أمن يعني مأمن هي بين إخوانها وأهلها وهذا اللي يعني لقينا منهم تعاونهم يعني لله الحمد لله وأكد على نقطة مهمة وهي مسألة أن الفترة القادمة راح يكون عدد كبير من طلبة الجامعة هذه فلا بد أن يكون يعني صح المسألة يعني الأمور صح. هذه الإعلام اللي قاعد يبرزها وكذا نعم. في بعض البرامج يعني سلبية اعتبروا فوضحنا لهم الصور او قلنا لهم ما نبي هذه المساله هذه تتكرر يا اخواني انتم الان هذول ابنائكم وانتم يعني هذول مأمن عندكم ان شاء الله. فلاقينا جدا جدا تعاون منهم ويعني حتى يعني مدير الامن الوطني اللي في المحافظه دق علي وكلمني اللي هو يعتبر امن دوله ووضحني قال دكتور احنا يعني الموضوع هذا احنا خاصين منه ولا تحاسبون ابنائكم مثل ابنائنا وما راح يتكرر هذا الامر لا في المنطقه هذه ولا في جامعه ثانيه. الحمد وهذا لله. اللي جرى ولا الحمد والبنت يعني لم الحمد ما لله. مشيت من هناك الا تاكدت ان امورها طيبه وطبيعيه الحمد لله وعدت على خير ان شاء الله الحمد لله وهذا اخوي محمد انا تفضل. بس اقول نقطه تفضل. بسيطه تفضل. يعني اول شيء انا الشعب المصري شعب طيب صحيح لكن مثل ما ذكرت لك في بعض البرامج تبرز الامور اساس انها تكون ناجحه في هذا لكن الشعب طيب واحنا عارفين من زمان الحوادث هذه ترى تصير قبل اي حادثه يعني هذه صحيح. حوادث تصير كل بين فتره وفتره وامر طبيعي يعني لكل قاعدة شواذ لكل شعوب شواذ وبعض الأشخاص الشاذين فهذا أمر طبيعي يعني إحنا ما نقيس على أساس أنه صار ولا نصغر الموضوع لا بالعكس أنا الموضوع حريص عليه جدا بالإضافة إلى أن الآن خاطبنا الجامعات ووضحنا لهم الصورة أن الطلبة الكويتيين راح يحضرون وكذا والجميع طبعا رد ورده كان واحد أن هذول أبنائنا وما راح يعني يواجهون أي مشكلة إن شاء الله الحمد لله وإحنا مقتنعين أن هذا الأمر لكن لابد الحرص زين بالإضافة
الى ان احنا يعني السفاره طبعا سعاده السفير يعني كان له دور طيب للامانه، والمكتب الثقافي ان عرضنا ارقام تلفوناتنا وخطوط ساخنه سواء بتويتر او بالمواقع الالكترونيه لاي طارئ لا سمح الله او اي شيء يعني يتواصلوا معنا الطلبه. الحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله ما يصير الخير. الكويت ومصر دوله واحده ان شاء الله، ما في الامور، وكافي فزعتك لبنت الكويت وكافي تجاوبك معنا وتجاوبك مع كثير من المتابعينك دكتور شايع، واتمنى لك كل توفيق ومن هالاعلى ان شاء الله. الله يعلمك دارك. مشكورين شكرا على البرنامج. شكرا. وبيض الله وجهك. حياك الله. شكرا دكتور شايع، ما قصرت. ايضا نكمل تقاريرنا لهذا اليوم. ايضا